السلام عليكم متابعين قناة مصر زمان. الفيديو ده هنتكلم فيه عن حكايات وطرائف نجوم الزمن الجميل مع خروف عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. عيد أضحى مبارك وربنا يرفع عنا البلاء يا رب. تابعونا. أم كلثوم بنت الريف، خبيرة في شراء الأضاحي. كانت كوكب الشرق أم كلثوم تحرص على إطعام أضحيتها وملطفتها قبل الذبح، وكانت تدخل التعامل مع الأضحية وتستطيع اختيار الأضحية السليمة. كلثوم فلاحة بالأساس، نشأت وترعرعت في بيئة ريفية تعرف قدر الحيوانات، وكانت كوكب الشرق حريصة في العيد على إقامة وليمة كبيرة من اللحوم لجميع أقاربها الذين يأتون لزيارتها في العيد. أما فارس السينما أحمد مظهر فاشتهر بحبه للخيول وبتربيته ورعايته لعدد من أجود وأندر الخيول في مزرعته، وكان يحرص على حسن معاملة الحيوانات والرفق بها، واعتاد أن يشتري الخروف قبل العيد بأيام، وكان يربطه في حديقة فيلته بمنطقة المريوطية بالهرم ويشرف على إطعامه بنفسه ويقوم بالترفيه عنه، حيث كان يصطحبه في رحلة للتنزه معه يوميا حتى قدوم العيد في الحديقة، ويظهر في الصورة وهو يركب الخروف ويلعب معه. كانت فراشة السينما ونجمة الرقص الشرقي سامية جمال تحرص على اختيار الأضحية بنفسها وتجيد الاختيار، حيث تنتمي إلى بيئة ريفية بإحدى قرى محافظة بني سويف، فكانت تعرف أجود أنواع الخرفان وتستطيع أن تفرق بينها، لذلك كانت تحرص على القيام بشرائها بنفسها وتقف على ذبحها وتوزيعها للفقراء. شكوكو وجلابية للخروف. كان الفنان محمود شكوكو يتميز بخفة الظل والابتكار، وكان يحتفل بخروف العيد بطريقته الخاصة ويغلب عليه حبه للفن الشعبي، فكان يحرص على تربية الخروف في بيته أو يشتريه مبكرا قبل العيد بأيام، ويقوم بتصميم جلابية خاصة من القماش المزخرف ليلبسها للخروف، ويقوم بالغناء له أثناء عملية الذبح حتى يصرف انتباهه عن السكين ويخفف عنه، وكان كثيرا ما يقوم بالذبح الخروف بنفسه في الشارع صباح يوم العيد. فريد الأطرش وخروف كريم الهزيل. كان المطرب الراحل فريد الأطرش يتميز بالكرم الشديد ويحرص على شراء وتوزيع لحوم الأضاحي بنفسه، ويظهر في الصورة وهو يقطع لحم الأضحية تمهيدا لتوزيعها على الفقراء. وفي أحد الأعياد حدث موقف طريف للفنان فريد الأطرش والفنانة إيمان التي كانت متزوجة وقتها من فؤاد الأطرش شقيق فريد الأطرش، وذلك عندما دعتهم الفنانة كريمة لقضاء عيد الأضحى في عزبتها بالريف ووعدتهم بوليمة من لحم خروف العيد. وحكى فريد الأطرش عن هذه الرحلة مشيرا إلى أن كريمة وعدتهم بقضاء وقت ممتع في ضيافتها بالعيد، وبالفعل سافروا في سيارتين مساء ليلة العيد ومعهم السفرجي، ولكنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء بعد تعطل عبور النور الخاص بالعزبة، فاستخدموا الشموع والفوانيس، كما هجم أحد الكلاب على الفنانة إيمان التي سقطت في بركة مياه في محاولة للهرب من الكلب، وظلت تبكي 3 ساعات متواصلة خاصة بعد إيعائها للدغ الناموس والبراغيث. وأكد فريد الأطرش أنه بعد كل هذا العناء فوجئوا بأن الخروف الذي دعتهم عليه الفنانة كريمة كان هزيلاً، وكأنه مصاب بالأنيميا وفقر الدم والشلل، ولم يكن سوى فروة على عظم، مشيرا إلى أنهم لم يشعروا بالراحة إلا بعد انتهاء هذه الرحلة، وتهربوا جميعا عندما أصرت كريمة على أن تعودهم بدعوة لوليمة. رغم أن الشحرورة صباح لم تكن مسلمة، فإنها كانت حريصة على مشاركة الطقوس الإسلامية شراء وذبح خروف العيد وتوزيعه على الفقراء والمعارف، وكانت توثق هذه اللحظات بالصور، وكانت الشحرورة تقوم ببطولة فيلم أنا ستيتا
إخراج حسين فوزي الذي كان متزوجا وقتها من الفنانة نعيمة عاكف. والتقت نعيمة أثناء زيارة لزوجها في كواليس الفيلم بالفنانة صباح، واجتمع الثلاثة ليشتروا خروف العيد، والتقطوا الصور التذكارية معا، حيث تظهر في الصورة نعيمة عاكف والشحرورة وكل منهما تحمل خروف العيد. كان الفنان الكوميدي الراحل عبد الفتاح القصري يحرص على شراء الأضحية وتوزيعها بنفسه، ويظهر في الصورة أثناء شرائه لأجل الأضحية. أما فاتن حمامة كانت تفضل ذبح خروف العيد خارج منزلها، ولكنها كانت تحرص على إقامة حفل شواء لصديقاتها. كما كانت مريم فخر الدين تخاف من الخروف، وكان زوجها المخرج محمود ذو الفقار يحرص على إحضار الخروف والإشراف على ذبحه بنفسه. وكان الفنان يحيى شاهين يحتفظ بالخروف قبل العيد بأيام عند حرس العمارة التي يسكن فيها، ويوم العيد يذبح الخروف في مدخل العمارة ويوزع لحمه على البوابين وحرس العمارات والعاملين حولها.